لعله هجوم حمك، ذاك الذي تشنه الميليشيا على الجبهة الغربية من الضالع. أكثر من مجرد هجوم مضاد وينتهي، وأكبر من معركة بينها من جهة وقوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة أخرى. فالقتال بين الجانبين متصل في الجبهة الغربية، حيث الاشتباكات تحتدم كما في جبهة دمت المشتعلة أيضا. هنا سلسلة جبال حمك وقعطبة، أشد المناطق وعورة في الضالع، أريد لها أن تتحول إلى مقبرة لأبناء المنطقة، فإذا هي غير ذلك يقتل مسلحو المقاومة عددا من مقاتلي الميليشيا في محيط حمك ويسيطرون على عدة مواقع فيها، وذلك يحبط خطة ظن القائمون عليها أنها أحكمت لحشر مقاتلي المقاومة وإجبارهم على التراجع، خصوصا مع بقاء الفضاء مفتوحا باتجاه محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا، والتي تزود جبهاتها بالعتاد والكتائب وتطلق هجماتها منها. المعركة هنا حتمية استراتيجيا وتكتيكيا، سواء لمقاتلي المقاومة أو الميليشيا، لكون المنطقة تعد شريانا حيويا يغذي عمق الضالع بالسلاح والمسلحين. يأتي هذا بعد أشهر من تحرير مركز محافظة الضالع وسقوط دمت مجددا تحت سيطرة الميليشيا وعودة المعارك إليها والمناطق المحيطة بها. وفي ظل معارك الكر والفر هنا تبقى المواجهة مفتوحة، فيما ظروف حسمها لمصلحة أهلها قائمة.